الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله كل ما يأتي بلطفك. طيب، نحن توقفنا عند نقطة المذكرات وإمكانية استعمال المذكرات. فقلنا إذن أن المذكرات من حيث المبدأ لا تستعمل لأنها لا تعتمد في المراجعة، إنها مدرجة أقل مطروحة، لكن في جمع المادة نجمعها، لأننا نستقي منها معلومات وحتى كما قلنا على الأقل ملاحق، ملاحقها يعني التي تتضمن خاصة فقه القضاء. بعد الجمع هذاك نطلع عليها كما قلنا ستقع غربلتها، وغربلة هذه ستترك لنا إمكانا لاستعمالها بمبررين استثنائيين. المبرر الأول هو مبرر الندرة، يعبر عنه بقانون الندرة حتى في الاقتصاد. ما قانون الندرة؟ بمعنى أنه في موضوع معين، في مسألة معينة، لا نجد مرجعا فقهيا، ولم يتطرق أحد إلى تلك المسألة إلا مذكر. سبحان الله، هكذا طار باختار الموضوع يبحث في مسألة فبحث فيها، فتبين فيما بعد أنه الوحيد الذي تعرض إلى ذلك الموضوع، سواء مذكرة عنوانها في الموضوع مباشرة أم هو في الداخل خصص بحث أو مبحث للنقطة. عندئذ سنجد أنفسنا في وضعية فيها إما أن لا نذكر المذكر، وبالتالي لا نجد مرجعا وحيدا نذكره، أو أن نذكر المذكرة لسد النقص في المراجع. وطبعا الخيار في هذين بين هذين الأمرين سيكون لذكر المذكرة، لأنه هذا أفضل من لا شيء. فإذا قانون الندرة يجعل أنه في الموضوع المعين الذي ليس فيه من المراجع إلا تلك المذكرة، تصبح تلك المذكرة لها الأحقية في أن تكون من بين المراجع، حتى يعني يسد من ذلك الفراغ، وبالتالي ثم كتب وكذا فيه، واللي ساعتها نرجع للأصل أنها المذكرة. السبب الثاني اللي هو جانا قانون ثاني كقانون الندرة هو قانون التميز. قانون التميز بمعنى أن تكون المذكرة من مستوى متميز يرقى إلى درجة مناقشة أفكار مستوى أطروحة، وهذا ليس شائعا بصفة عامة، يعني المتميزون يكونون قلة، لا يكون كل القوم متميزين، قد يكون جميعهم ناجحين لكنهم ليسوا كلهم متميزين، التميز هو فيه قلة. والتميز هذا معيار، وطبعا هو معيار يلحى إلى أن يكون موضوعيا بالنظر إلى المادة وإلى الأفكار المناقشة وإلى الإضافات التي تحققت في تلك المذكرة أو رسالة الماستر، ويرجع إلى تقدير البحث. بالطبيعة عندما نقول هذا القانون يعني لا يمكن أن يشترك فيه أو أن يكون شائعا بين الجميع ويكون لدى بعض أو لدى القلة، فسنجد بعض المذكرات التي تذكر ويسمح بإدراجها تروح. لماذا؟ لأن حقيقة تلك المذكرات ارتقت بالنقاش وبالمستوى الذي كانت عليه في المسائل التي تعرضت إليها، ارتقت إلى مستوى حتى إضافة وإلى مستوى حتى أطروحة. ثم عدة مذكرات في الحقيقة كانت تكون أطروحات قبل الأوان، مذكرة متميزة ناقشت موضوع نقاش كبير وفيه إضافة وفيه مرتبة تسمح بالمناقشة، لأنه في مستوى أطروحة هذا الطالب في العادة واللي هو يتدرب على البحث، ومش في موضع لكي يناقش أفكار ويجد، ويتدرب على ذلك ويسعى إلى أن يكون كذلك، لكن ما زال مستواه في الحقيقة من حيث المعرفة والمنهج والتدرب والتحصيل ما زال لم يبلغ إلى هذا. لكن وقت نجد في بعض الأحيان من يكون نابغا ومتميزا
لدرجة أنه يطرح أفكار للنقاش والمجادلة، وفيه إضافات، وفيه ما يمكن أن يتغير به حتى الوضع القانوني، هذا يصبح من الوجيه ومن المطلوب أن نذكره. هذا تعريج على موضوع المذكرات باش نعرف الموقف منها، حتى لا نقول لا نذكرها بتاتا، ولا نقول أيضا نذكرها بصورة عامة كما لو أنه هي من مستوى أطرح. لا، كما قلنا نفصل أو فيصل في هذا أنه لا تذكر من حيث المبدأ إلا استثناء بموجب قانون النظرة وقانون التميز، عندئذ يمكن أن نذكر هذه المذكرات. ثم في قائمة المراجع عندنا بعدها قلنا الدراسات والمقالات التحليق، إيش يجي بعد؟ يجي الدروس والمحاضرات. وهنا طبعا نقصد الدروس والمحاضرات المرقونة التي لم تصبح كتبا، لأن إذا كان أصحابها ردوها كتب فبتصلي في المراجع العامة أو الخاصة، أما إذا كان بقيت هكذا مرقونة فتذكر في باب الدروس والمحاضرات، بشرط كما قلنا أن تكون مرقونة، بمعنى أن المحاضرات غير المرقونة اللي هي مقتصرة على المذكرات الخاصة للطلبة، يعني الأستاذ ألقى درسه كما توهاني اليوم نعمل في المحاضرة وما أعطيتكمش سند مكتوب مثلا، هذه ليست محاضرة مكتوبة، ما تستطيعش تذكرني أنت وتقول راه فلان قال شنو المرجع محاضرته اليوم كذا، إيه وين؟ بالتالي لن تكون مرجع، والأفكار فيها التي ألقيت فيها تصبح أفكار شائعة، لأن أفكار علمية تصبح مشاعة وأنت تستطيع أن تتحدث بها باعتبار كلمة نسبها لنفسك، كانت تتكلم عليها في إطار المشاع المشترك، لأن الكلمة هذيك لا فيها عام. وأخذت تكتب مثلا في المسائل المنهجية وتقول راهو يا سيدي يجب أن نذكر الصفحة بالطريقة كذا إلى آخره، إما عندك مرجع موثق تستند إليه أو تقولها من باب المعلومة المشتركة الشائعة عند الناس كلها. وما على الأستاذ هذا أو أي واحد يريد أن يكون كلامه مذكورا أن يوثقه، يوثقه مكتوب يقول لي مرجع مكتوب وعلى ذلك يذكر من بين المراجع. المهم الدروس والمحاضرات هذه لا تعتمد إلا إذا كانت مرقومة، تذكر في المراجع وتقرأ. ثم فيما بعد هذا تقريبا التبويب الكبير، نختم بباب أو خانة مفتوحة هي خانة المراجع المتفرقة. هذا طبعا إن وجدت مراجع من غير هذه الأبواب كل، وهذه المراجع إن تعددت تبوظ، تولي عندئذ تأخذ بيت. يعني مثلا من بين المراجع وقاع استعمال مثلا معاجم قواميس كثيرة، معجم كذا ومعجم كذا وقاموس كذا وموجود كذا كثير، لأن البحث بتاعه اقتضى يعني بحث لغوي واحتاج لذلك أن يرجع إلى كثير المعاجم والقواميس، فالأمر ما اقتصرش على قاموس أو معجم مرة رجع له والسلام، ولا عنده معنى في بحثه. عندما تكاثرت هذه المعاجم والقواميس تأخذ بيت، يولي في الأخر بعدك الدروس والمحاضرات تحل باب جديد اسمه معاجم وقواميس ونحط فيه المعاجم وكل اللي اختمت عليه. وكيف إذا كان زاد ثم نوع آخر من المراجع استعملته بكثافة بكثرة اللي من بعد تسمح بأنه يكون خانة، نعمل كيف خامس. إذا الآن وجدت نفسي من مراجع متنوعة، مثلا استخدمت تقرير رسمي اصدر على وزارة كذا، واستخدمت موسوعة مثلا، واستخدمت معجم، شنو اللي يلمهم هذول؟ حتى شيء، مراجع متفرقة. إذا لقينا خيط رابط بين صنف نستطيع أن نبوبه نعمل به. هذا إذن كيفاش نذكر المراجع على الترتيب الذي كنت أقول. الملاحظة هنا أنه ما أنه نحن في المادة نتاعنا القانونية نركز على المراجع، أن مصادر القاعدة القانونية سواء المصدر الشكلي المباشر هو التشريع أو فقط قضاء المصدر التأويلي، هذا ليس من المراجع، ليس مراجع، بل هي مصادر.
ولا نذكرها في قائمة المراجع. يعني ما نجيش أنا في قائمة المراجع نجد مثلا القوانين المعتمدة في البحث ونعمل هكذا باب كامل ونكتب 20 ولا 30 قانون استخدمته في البحث. هي هذا قانون ليست مراجع، هي مادة البحث نفسها. أنت فاش بحثت؟ أنت بحثت في القانون ومن فوق القضاء وباش بحث فيهم استجعت للمراجع. إذا لا يمكن أن نجعل من تلك المراجع من تلك المصادر مراجع. لو كنا في باب كما في بعض العلوم اللي يميز يقول لك المصادر المراجع ويبدا يحط لك المصادر قبل، يحط لك مصادر وشنية ومن بعد المراجع تتفق. احنا ما عندناش هكا، نخدم كم بالمراجع بعيد. لكن اذا كان الان المصادر هذه وهي ليست من المراجع تكون كثيرة جدا، في بعض المواضيع احيانا يشتغل على نصوص كثيرة كثيرة 60-70 قانون يخدم عليه حتى أكثر، فقط قضاء يخدم عليه غزير جدا. هذه كما قلنا هي ليست من المراجع، ما ليست حتى في المراجع. أي ألا توجد فائدة في جمعها في النهاية في نهاية البحث وتبويبها وتقديمها للقارئ في شكل مجموع وفي شكل ميسر؟ أليس في هذا فائدة؟ الجواب بلى، ثم فائدة صحيح. كيفاش نعملها حالات؟ هنا نعملها بالفهرس، نهزوها للفهرس. وعندنا نحن فهرس في الدخل، الفهرس هذاك اللي نعرفه نحن هو فهرس الموضوعات، يعني المخطط والاقسام اللي خدمنا عليهم الكل اللي يتسمى تابل دي ماتير. لكن التابل ما تقصصش كان على تابل دي ماتير، ثم دي تابل. لما فهارس متعددة، والفهارس هذيك يمكن أن يكون من بينها فهرس بالنصوص القانونية المعتمدة في البحث وبفقه القضاء المعتمد في البحث. إذا ما يجيش في المراجع لأنه مش مرجع، أما يجي في الفهارس نعمل فهرس بالنصوص القانونية. هاي خدمت على 60 أو 70 نص نبوبهم، نصوص متعلقة بكذا، نصوص كذا، نصوص تشريعية، نصوص ترتيبية، نصوص، يعني نلقى لنا معناها معيار من المعايير المناسبة أو معايير متلائمة مع البحث أستطيع بها أن أبوب تلك النصوص ونعمل فهرس بين القوانين صفحتين ثلاثة نحط فيها النصوص. كذلك فقه قضاء، فقه قضاء غزير، فقه قضاء متنوع، فقه قضاء يحتاج أن أبرزه بأشكال مختلفة لأن ثم فائدة خاصة باش نعطيها للقارئ، نعمل الشيء هذا، نعمل فهرس بفقه قضاء ونبوب قرارات متعلقه بكذا، قرارات مبدئيه، قرارات ادراكيه حسب شنو الموضوع يقتضيه وتعمل بها فهرس. لان اذا تعددت وتكاثرت هذه النصوص وهذه المصادر التشريعيه والقضائيه وتعاظمت وخاصه زاد حتى في باب القانون اذا تناسخت النصوص، احيانا كثرت النصوص ما عادش تعرف انه النص النافذ ومش النافذ. وقت اللي انت تقدم هذه المعلومه للقارئ تعمل له فهرس، هاي النصوص القديمه، هاي النصوص المنسوخه، هاي النصوص النافذه، هاي النصوص المحدده، هاو الى اخره، هي المعايير التي تراها صالحه وتقدم بها تلك النصوص، تقدم فائده وفائده جليله للقارئ. لان الفهرس كما سنصل الان وصلنا لها، الفهرس مهم جدا. من بين المراجع في الختام ثم مراجع جديده جابها التطور العلمي اللي هي المراجع الإلكترونية. استعملوها ولا لا؟ وين استعملناها؟ كيفاش نطبقوها؟ يعني هو لهنا في العادة الأمر ما زال حديثا وما زال فيه حتى يعني ليس فيه ضوابط معناتها مستقرة ومتعارف عليها ومجمع عليها، لكن في العموم في العموم في العموم المراجع هذه الإلكترونية هي يعني يحبذ فيها أنها أن تكون رسمية أو أن تكون وثوقيتها مؤكدة بالرجوع إلى أو بربطها بمصادرها أو مصدرها. لو كنت تقول لي أنا موقع إلكتروني رسمي بتاع وزارة العدل مثلا، هذا موقع رسمي نرجع له
في المعلومة الرسمية اللي موجودة لي. هوش كيما موقع خاص عامله واحد خاص يحط ايش يحب هو ويلحي ايش يحب هو ويتصرف كيف ما يشاء. كذلك عندما تذكر مواقع لمؤسسات تكاد تكون رسمية، مؤسسات معتمدة في المجال، مثلا مواقع المكتبات الكبرى القانونية دالوس مثلا، تحط انت السيت بتاع دالوس، دالوس فيه مؤلفات دالوس، مفيش حاجة أخرى. أنا أسهل على نفسي الرجوع إلى هذه المراجع عندما لا أستطيع أن أحصل عليها بصورة ورقية، نرجع إلى مراجعها هذه المواقع العمومية التي تكاد تكون رسمية لأنها معترف بها ومتعارف عليها في المجال، مجال التخصص. وحتى بعض المواقع يعني العامة المختلفة إذا كان ثبتت لها الوثوقية وثبتت لها وثبت عليها الإجماع العرفي الجامعي عندئذ يمكن أن تذكر. وهذا لا يجب أن يغيب عنا ضرورة الرجوع دائما إلى الكتاب وإلى المراجع الورقية، لأن هي عندها أكثر وثقية، ونستخدم هذه المراجع لتيسير المواقع لتيسير الوصول إلى المعلومة، وحتى أكثر من هذا نستخدمها حتى في تنزيل المعلومة الورقية أو في الوصول إليها، لأن ما نستطيعش نبحث فيها، نبحث وعلناه ونمشي نأخذ الكتاب نفسه ونستخدم الكتاب. لكن حتى لو أشرت إلى ذلك الموقع باعتبار عندها الصبغة الرسمية أو الصبغة المتعارف عليها ومجمع عليها أكاديميا، عندئذ يصبح مستحسن، يعني ممكن مش مستحسن، ممكن أن نذكره. ولهنا تذكر حتى المواقع على حالتها في النهاية تروح، يعني هاي المواقع اللي يمكن ترجع لها واللي أنا رجعت لها وخليت منها هذه المعلومات. الفهارس في النهاية هو في الحقيقة كما قلنا في العادة نقوله فهرس، لأن نحن نقتصر على فهرس الموضوعات أقرب، لكن في الحقيقة هو ليس الوحيد، بل إن كان ذاك هو الرسمي والقاعر الذي يجب والوجوب يعني الذي يجب أن نعتمده، ولكن بالإمكان أن نضيف فهرس أخرى كما ذكرت لو كنت منكم فهرس بالنصوص التشريعية أو القضائية على التقدير أو البسط الذي قدمناه. أيضا وضع، وهذا أصبح يعني حتى هو شائع ومحبب جدا، وضع ثبت مصطلحي فيه مصطلحات المعتمدة في البحث، أنا ديكس معنا ألفابيتي كيف تلقاها كاكا على كيساعة كثيرا، لم تأخذ أهم المصطلحات المعتمدة في البحث وتحللها، هي طريقة تيسر أيضا الرجوع للقارئ والباحث وتساعده كثيرا للوصول إلى المعلومة. كذلك بالإمكان أن تضاف فهارس أخرى حسب الحاجة وحسب الموضوع، قد تكون يعني فهارس يعني بمواقع مثلا إذا كان البحث خدم عليها، الإنسان ينجز أطروحة مع دكتوراه مثلا في مسألة تهم التاهية العمرانية مثلا، طيب في التاهية العمرانية في العمل نخدم بصورة ميدانية وشاف بصورة ميدانية عديد المواقع وشاف عديد الحاجات، ثم جانب منه يتحط في الملاحق يجيب خرائط أو حاجات يحطها في الملاحق، وثم شيء يحتاج أنه هو يوثقه بفهرس، فيعمل لنا فهرس بالمواقع العمرانية بالتجمعات العمرانية كيفاش تكون بكذا حسب الدراسة اللي هو عملها، عندما هذا الأمر دراسة ميدانية ولا خدم مثلا على حاجة عندها صلة بالثقافة مثلا بالآثار، مثلا عمل بحث على حماية الآثار مثلا بحث قانوني، يجي لنا يعمل لنا فهرس على الآثار اللي خدم عليهم كل آثار كثيرة وبلادنا ما شاء الله تسخر، وعمل له جولة ميدانية وزار تلك الآثار وعرف ورجع المؤلفات ورجع أكتب بحيث أحسى آثار أنواع وأشكال وخدم عليها. أنا لكن يعمل لنا فدخل فهرس لتلك الآثار بترتيبها بمعالمها بكذا يقرب لنا الصورة ويعطينا المعلومة أكثر، لأن الفكرة بتاع الفهرس هي تيسير الوصول إلى المعلومة المدرجة بالبحث. وقع ليش هو فهرس؟ لأنه هذا التيسير يمكن أن نتخذ أشكال مختلفة، طبعا منها الشكل المباشر بتاع فهرس الموضوعات تعطينا الموضوع والصفحة ونشيله، ومنه هذا الشكل الثاني الفهرس الأخرى المتنوعة المختلفة. وبالتالي
يعني الفراغ من هذه الف هرتز، اذا تكون المتممات البعديه قد انتهت، وتكون المتممات كلها قد تمت مع النص بطبيعه الحال. ونصل يعني الى نهايه هذا العرض من ناحيتي، وكلمه لكم للاستفسار والاسئله والاضافه الى اخره. كل القرارات اللي اعتمدتها. أنا اعتمدت برشا مرات خدمتي ما نجم نحط. يعني أنت عملية عملت أنجزت موضوع على فقه القضاء واعتمدتي به قرار. أي مثلا. وقلت لهم غير منشوري. مثلا. أي. أي. هنا أحد الأمرين. إما أن تختزل هذه القرارات في نماذج. لأنه من الصعب. مش نقولوش مستحيل. من الصعب أن تكون هذه القرارات الميتين مثلا كلها متميزة عن بعضها. يعني تجد مثلا فيها 10 قرارات معاودة هي بيت عبارة جملة تتكرر، حيثية تتصب هي بيت. المسألة الأخرى 20 قرار يعملوا هكذا وهكذا. أش نعمل في الحالة هذه؟ الحالة هذه نعمل الطريقة التالية. ناخذ العينات والنماذج اللي هي نعتبرها الأولى. كل نوع ما عنده كما نقولوا 10 قرارات، أول قرار صدر فك العشرية هذيك. هذاك هو القرار اللي يتحط في البحر. ويتحط معاه تنبيه. راهو هذا القرار مثله 10 أخرين. تذكر. والفعل سيعاونك. لأن في الملاحق تحط القرارات فقط اللي هي نموذجية ومعبر. وفي الملاحق في الفهرس ما تقدرش تحط فهرس. تحط كل القرارات بتبويب يسمح ان لا يتعرف عليها كله. بالطريقه هذه تكون انت حافظت معناها او اديت واجب الامانه العلميه في انك انت وصلت للقارئ والوثوقيه وصلت المعلومه الموثوقه والصحيحه والمناسبه، وفي نفس الوقت انت احترمت حتى الضوابط الشكليه العامه، لانه زاد كي المراجع مش تكون كي من هكايا حتى من الكتاب يولي هكا، فهمتي؟ وهذا كثير خاصة أنه ثم مادة زايدة لأنها متكررة. نقرأ قرار الأولاني نلقى الحيثية، نقرأ قرار الثاني هي بيدة، القرار الثالث هي بيدة. كما مثلا قرار دوائر المجتمع تاع خطأ البيع. مثلا قرار دوائر المجتمع تاع خطأ البيع حجم الاجتهاد فيها صغير. خش اجتهدت. قرار بني على رفض شكل وجود غلط واضح. إيه هذيك هي غلط واضح رفض شكل. شنو غلط واضح رفض شكل؟ تقريبا الأسباب أو الحالات وقت معروفة. هي كيف نلقى روحي في الحاله قرار في دور المجتمع خطا بين ديك الحاله ديك ناقل الحاله ديك ناقل الحاله ديك هذا كله اجتهاد يعني في القضاء اجتهاد مره واحده وطبق اجتهاد على 10 حالات اخرى اذا يبقى قرار واحد وتتبع فهمت كيفاش نعمل؟ تفضل أولاً هذا ممكن مش فقط ممكن يولي واجب حسب طبيعة التخصص. هذا صحيح. أنا تو ذكرت التمشي العام اللي هو يتماشى مع المواضيع نتاع القانون الخاص والقانون العام الداخلي إن شاء الله التقليدي، صحيح. فعلاً بالنسبة للمواضيع ذات الصلة بالقانون الدولي سواء من الناحية العامة أو حتى من الناحية الخاصة. هناك نوعية من المراجع اللي هي تتمثل في تلك الصكوك والمستندات الدولية لمنظمات دولية سواء إقليمية أو منظمات دولية يعني
أممية، لتجمعات هكا إقليمية، لحتى اتفاقيات ثنائية إلى آخره. إذن هذه الحقوق الدولية متعددة ومتنوعة وهي مراجع أساسية بالنسبة للاشتغال على هذه المواضيع. فبالضرورة باعتبار قيمتها الأساسية في البحر بالضرورة ستجد لها مكانة في قائمة المراجع. هذا ما فيش حتى شك. يعني إذا كان أنا ما فكرتهاش لنا مش لأن هي ما عندهاش مجال، لا لا لا، هي أساسية. وطبعا بما أنها أساسية باش تكون عادة كثيرة وعندئذ لابد من تنظيم بها. إذا ذكرها الساعة أساسي مش فقط النجم، مش مسألة النجم، يجب خاطر طبيعة الموضوع تقتضيها. ثانيا التنظيم بتاعها يتم على حسب المعايير اللي قلناها أو معايير خاصة بها حسب طبيعتها. وذاك المعيار يجتهد فيه البحث في استخدامه للتبويب حسب المادة التي توفر تحت يده. نعم. الإسقاط كيفاش يكون الساعات؟ الإسقاط يكون وقت اللي أنت تهمل الواقع التشريعي أو الواقع الاجتماعي والسياسي التونسي اللي أنت تخدم عليه. هو اللي ذاك إسقاط. بمعنى أنت تأخذ ما تجده في المراجع ذاك وتحلل وتبدأ تتكلم كأنك تتكلم على تونس هكذا دون ربط ودون تعمق في الواقع التونسي. ذاك يسمى إسقاط. أما لو أني لا ننطلق من الواقع التشريعي التونسي، لأنه أنت ولو تشتغل على الانتقال الديمقراطي اشتغال فيه نصوص، إما نصوص تشريعية موجودة مش فيش مراجع تب، لكن فيه نصوص، منها نصوص تشريعية أبدأ بالدستور وأنت ماشي في نصوص أخرى قوانين أساسية إلى آخره متعلقة بالموضوع هذا. ثم فيه مصادر أخرى إعلامية، صادر يعني صحفية مكتوبة سواء في الصحافة المكتوبة أو حتى في الصحافة الإلكترونية بنفس المقياس، تكون صحافة موثوقة ومرجعية إلى آخره. هذه الأنواع من الإنتاج ومن المصادر هي تقدم مادة، والمادة أنت مطالب بالاشتغال عليها، لم يسبقها غيرك، أنت باش يكون عندك أفضلية السبق، عندك امتياز السبق لأنك أنت صاحب المبادرة. وطبعا الامتياز السبق يعطي عذر السبق زاد، ثم الإكسكيوز هذه نتاع المبادرة بالفات دات البريكيوسور يعطيك اون إكسكيوز بارابور اللي بيجيو بعد، لأن هذوكم ما شافوش، أنت المبادر، أنت الأولاني، أنت اللي فتحت عين الناس على هذا المجال هذاك. هذا يخليك أن تشتغل بالطريقة التالية، تأخذ المصادر هذيك اللي تعطيك المادة التونسية نتاعك أنت اللي باش تحطك في الواقع نتاعك مع مراعاة الواقع الآخر السياسي من خلال عمل الأحزاب والشركات والقدام والخلاف، كل المادة كلها متوفرة عندك. ثم تعتمد على المراجع الأجنبية المقارنة مختلفة في اتجاهين. في اتجاه أول أنك أنت تستقي منها منهج وطريقة فكر تسمح لك بتبويب وترتيب وتنظيم وتنسيق المادة هذه اللي تجمع. خاطر كي تقرأ مرجع، أنسى اللي هو مرجع فرنساوي ولا ألماني ولا إنجليزي، أخوذه كمرجع نظري يتناول ظاهرة الانتقال الديمقراطي مطلقا. يقول رأوا الانتقال الديمقراطي يلزم يتم بالمفردات هذه، وباش ينجح يلزم الضمانات هذه، ويلزم هياكل المؤسسات تكون قائمة عليه. هذا يتكلم تنظير، أنت التنظير هذاك تتشبع به باش تعرف النموذج أو المنوال اللي يكون عليه الانتقال الديمقراطي في المنطقة. وبعد عندك التجربة التونسية قدامك، كيفاش باش تتناول المعطيات والمفردات نتاعها من زاوية منوال نظري تكون لك انت بصورة مجردة في القراءات نتاعك، تطبقوا على هذا النموذج او الحالة التونسية. وعندئذ هذه المراجع هذيك تستعين بها في انها تعاونك باش تعطيك الادبيات نتاع المنوال اللي باش تخدم به. هذا ما عادش يتسمى اسقاط، فهمت كيفاش؟ هذا يتسمى تحليل ويتسمى اضافة واثراء. ثم المراجع هذيك باش تعمل تشتغل عليها في جانب المقارنة. الجانب الثاني اللي باش ترجع له فك المراجع مش باش تاخذ المنوال النظري اللي تعمل به، لا، باش تولي تاخذ المقارنة مع النماذج المشتغل عليها.
واحد عمل الانتقال الديمقراطي في البرتغال بار اكزومبل. دونك التجربه البرتغاليه عندها معنى باش تولي تقارنها بالتجربه التونسيه على المستوى الثاني لرجوعك لتلك المراحل اللي هي تعطيك اش صار في البرتغال باش انت تقارن به اش صار في تونس اللي انت تعرفه من خلال المصادر الخاصه بتاعك. فهمت وكيف؟ وبالطريقه هذه تتجنب او تتلافى يعني المشكله بتاع نقص المراجع. ما فماش اشكال في نقص المراجع. ما فماش اشكال، هذا كنت نشرح. خاطر تعرف معناتها بعباره اخرى، بعباره اخرى الموضوع هذا غير مطروح اصلا. وين الخلاصه؟ خاطر النتيجه اذا كان تقول لي انا موضوع ما لقيتش فيه مراجع، اذا نشطب وما نخدموش. فهمت كيف؟ المراجع جزء من وجوب الاشتغال على الموضوع. يولي هناش عندي، انا عندي مصادر وعندي مراجع، المصادر موجوده. لكن ما عنديش مراجع بتاعي انا تونسيه متعلقه بتلك اشتغلت على تلك المصادر قبل. ما هي باش تكون عندي المبادره. مبادره نعتمد بها مراجع اخرى. العيب بتاع المراجع مش عندنا مراجع اجنبيه باش نسقطها. هاني قلت المراجع الاجنبيه هذيك من ضمنها نظريه. نظره مجرده باش تعطيني من وين مجرد نظري انا نتشبع به. خاطر انت ما تخدم على انتقاد ديمقراطي، عاد التصور على انتقاد ديمقراطي. خاطر تخدم عليه وانت تجهل الموضوع، ما هو بينك وبين روحك عندك تصور اش معناها انتقاد ديمقراطي. هكا التصور هذاك اللي انت باش تخدم عليه انطلاقا من المسؤول، هذاك تستقيل المادة نتاعو من تلك المراجع. هذا واحد. اثنين، المرة هذيك تعاود ترجع لها في المقارنة يعني. باش تقارن تجربتنا مع تجارب أخرى. تشبه لنا. وهكا التجارب الأخرى فيها مراجع. مراجعها هذيك تستعملها من باب المقارنة. فتجد نفسك توفرت عندك مراجع. وعندئذ لا يوجه اليك المخرج ويني مراجع، خاطر يقول لك ويني مراجع كله ما تحب تقول علاش خدمت هالموضوع. بس كبير به يجب ان نفصل الراي تناول المواضيع بصفه عامه ولكن ونوعيه المواضيع تحكي فيها انت هي بصفه خاصه. شو هما الامرين؟ هو ان الامر الاول ان البحث العلمي هو ليس بحثا او عملا سياسيا. اذا نفصل بين العلم والسياسه. المواقف السياسية أو الانعكاسات السياسية التي يمكن أن تكون للأعمال هذيك تتحط في باب، وما يقتضيه البحث العلمي يكون في باب ثاني. ليس معنى هذا أنه لا يمكن أن يكون بينهما التقاء أو تداخل، لا لا. أما في البداية ساعة يجب أن ندخل إلى يعني باش نعمل أطروحة، راني نعمل في بحث علمي مانيش نعمل في بحث أو في عمل سياسي. هذا موضوعي، موضوعي.
فطبيعة الكلام في النهاية كنت عنده انعكاسات هكا ولا هكا. فهمت كيفاش؟ يعني يلزم ساعة هالفصل هذايا. علاش؟ باش يعطيك أنت راحة علمية، تعرف أنه من الناحية العلمية راهو هاو كيفاش لازم نتناول الموضوع. إذا الموضوع افترض أو حط مقتضيات لازم تتعمل، يلزم تتعمل. الأمر الثاني في الدفاع عن الفكرة أو في الفكرة اللي نحن نحب نحطوها وندافع عليها. الفكرة هذيك راهي يلزمها باش تكون علمية. يعني يلزمها تكون علمية. بمعنى أنها مبنية على فرضية للجواب على الإشكالية ويريد الباحث التدير على صحتها. النتيجة أو الثنية اللي تهز لها الفرضية، هذه الثنية يقدرها الباحث حسب قناعاته. إذا كان يرائف يعني هو المفروض نظريا مش نبحث في اتجاه أننا نجاوب جواب مفيد وجواب بناء، وهذا بين قوسين بعد ذكرني نعرج عليه حكاية البناء والهداف، هذه حكاية أخرى زيادة. هذه طبعا احنا بدينا نتناقشوا في المناجين الموضوعية ولي بشكل يعني. الفكرة اللي يلزم لي ندافع عليها علميا شي زي المعنى اللي حطيت فرضية البحث على أساس أن هي اللي تجاوب على الإشكالية الجواب الصحيح العلمي، وسنبرهن على هذا. يلزم أنت تعمل هكا التمشي هذاك الاستدلالي باش توصلنا إلى صحة الطرح اللي أنت تعمل فيه. صحة الطرح اللي أنت تعمل فيه من البداية وأنت تطرح فيه باش تعرف أنت شنية انعكاساته وشنية أبعاده. هذاك أحد الأمرين. أو بشي شيء كتداخل السياسي مع العلم. إما أن هكا الانعكاسات والأبعاد هي جزء من البحث في حد ذاته في تقدير صحة الطرح. وليدخل كمعطى بحثي. لأنك أنت مش تختار، مش تقول خيار متاعي هذي، أنا سأخير بين أمرين. ندعو إلى انتهاك السيادة، وإلا ندعو إلى احترام السيادة، والنتيجة راهو ثم خطر متضادين. راهو انتهاك السيادة يساوي حماية البيئة. تعزيز السيادة يساوي هدر البيئة. أش نعملوا يا ناس؟ تسألني ثم جواب سهل عطاه القانون فصل 556 ما لازم تلاقوا على صدق كان خفض الضرر. شو راه كان هو قلم ضرب الحكايه سهله يعني. اما الامور مش هكا، الامور معقده جدا لان فيها مصالح فيها تشابك فيها تداخل فيها تقاطعات فيها 20 مليون حاجه. هذا ايش يولي؟ كيف يولي؟ هو معطى بحثي. معطى بحثي لتحديد الخيار. تقول انت راه من الناحيه العلميه المعادله هي تعطي هكا يا هكا يا هكا. انت بالامكان تقترح طريق وسط. هاي سيدي هاو كيفاش نحمل بها من غير ما ننتهكوا او نزيدوا ننتهكوا. خاطر باش نتلقوا بالمسلمه اللي هي يعلم الله. هاوك نحن باش نقولوا برا خليك هيك. وهذا يولي طرح جديد. شوف فرضية كوين انه تحط انت وهذه تولي تدخل في الاشكاليه ما عادش في الاطروحه. الاشكاليه وين تظهر؟ الاشكاليه تظهر في مدى التوفيق بين الانتهاك والحمايه البيئه. هل هما معطيان متضادان لا يجتمعان ولا يلتقيان؟ بمعنى اذا اهتممت بالاخر اقصيت احدهما اقصيت الاخر. ام بالامكان التوفيق بينهما؟ ام انه راه لا مجال للتوفيق ويجب تغليب واحد منهم الاثنين؟ هذه اشكاليه بالحق اشكاليه. علاش؟ لانه كي تحققها معنى هذه الاشكاليه هي هكا الصعوبه الأساسية اللي يطرحها الموضوع واللي تختزل كل الأسئلة والإشكالات اللي يطرحها في سؤال مركزي لا يمكن الجواب الخروج منها إلا بجواب شخصي يقدمه الباحث لإطار فرضية البحث. هذه إشكالية خطر تحل على الأطروحة، لأنك أنت كما تعطيناش الأطروحة تقعدوا مستمع يا أخي زعم هذا يغلب وهذا لا، زعم النجم يوفق وزعم حتى حد ما يجاوب خليتنا كده. أنت تقول يا جماعة مش يجاوب راهو النجم يوفق ولا ما نجموش يوفق ولا شنو وتبرهن. يقول لي حكايتك الألم يتنح حتى كان في الآخر وصلت النتيجة المؤلمة تقول شوف راهو في النهاية رانا ما ناش خارجين من الألم. يعني نحن رانا سيدي واقعين في الشر منا ولا منا فسنختار أهون الشرين. هاي الخلاصة تاعي تولي في الخارج هذيك والخارجة اللي قدام. ما دام نحن ديما في أحد الشرين واخترنا أهونهما نجبوش نقول واحنا في شر ولا شر باش ننشر الخير. كان عندك هذاك اللي فتح فيه.
هذاك في عالم اخر وما عالم فاضل ولا عالم اخر دنيا اخرى ما عادش لازم ولا فهمت كيفاش فتخرج انت من هالصعوبة هذه. دكتور سامحني عندي سؤال بالنسبه للبرنامج يتعلق بالمرجع بالنسبه للطبعات طبعا كما قلت طبعا اولى طبعا ثانيه ثانيه مثل كما قال سي الشطي ولا نقامه عند سي علي كحلون عنده طبعا 2009 10 13 وساعه تقاه في نفس اللي ترى يحكي هل انا مش نتناول ربما مثلا مش همشي جديد في البحث بتاعي انا ولا كذا هل لازم نتناول طبعا اخيره حاجه اخرى طبعا سؤال ثاني بالنسبه لزمان الموسوعه بتاع الأستاذ الفشيشي مثلاً طرحة جديدة مثلاً يكتبها قرار التحييم فما قرارات مثلاً بحكم قرب المحكمة وكذا تم مثلاً استقاهم وحطهم تقريباً كما هما هل أنا نعتمدهم هما اعتماد على ما جاء مثلاً في الموسوعة بتاعه على ربما الكتب الثلاثة بتاعه وإلا نعتمد مثلاً كما قلت سيادتك الصيغة المعتمدة مثلاً النشريات الأساسية أنا يعني باش تكون النقل بتاعي أوضح مثلاً من عشرة كان هو ربما مثلاً فهمت كيفاش الدكتور قبل ما جاوب كان توضيح موجود أن المراجع نتكلم عليها المراجع الفقهية وهذه مراجع قضائية من عندها كفيتا مراجع موضوع عدد معناها الطبعة انه هذا موضوع عام موضوع يهم حتى الفقه بالنسبة للطبعات بصفة عامة ممكن حتى تسمعها برشا التوصيلية وكذا دي معتمد الطبعات الأخيرة الطبعات الجديدة والحديثة من حيث المبدأ هذا صحيح لأنه أنت محكوم بالزمان ونحن كبشر كنا نتحرك بالزمان والزمان لعجلة الدول ما توقفش أنت توا في الزمن الراهن في الزمن الراهن تختم ما هو راهن إذن هو آخر ما تم هذا هو الراهن بتاع الزمن هذا الأخر يتسمى ولا من التاريخ هكا علاش من حيث المبدأ يقول لك نعتمد بالطبع الأخير لكن هل معنى هذا إذا كان كتاب فيه طبعات متعددة طبعات السابقة تلغى؟ لا ما معنى؟ معناتها نعتمد بالطبع الأخير هذا من حيث الأصل ثم الرجوع إلى الطبعات السابقة يكون رجوعا غائيا بقصد البحث عن بحث مخصوص في مادة معينة قد يكون فكر أو موقف الباحث تطور كان يدافع عن فكرة ولا يدافع عن فكرة جديدة قد يكون موضوع تناوله الباحث وألغي من التشريع مثال تعودت أن نقوله مثال الطعن بالمراجعة بتاع الحكم العقالي تنحى ولا طعن بالتعقيب إيه أنت الطعن بالمراجعة باش تلقاها توا 2018 لازم تلقاها كان قبل 2008 فكي تحب تحكي على المراجعة باش ترجع عليه طبعا قبل 2008 بالضرورة يعني فهمت كيفاش؟ فإذا الأصل نخدم على الطبعات الحديثة ونرجع للطبعات القديمة لحاجة الحاجة هي طبعا يفرضها الموضوع حسب الحالة كما قلنا تطور فكرة معلومة قديمة نقاش إلى آخره إلى آخره هذايا كيفاش نجاوبوا كما تعرف من طبعا بالنسبة للسؤال الثاني على ما فهمت أنت تقول لي الكتاب اللي تحكي عليه هذايا مجموعة تاع كتب فيها فقه قضاء مذكور يعني ولكن فقه قضاء مذكور هذاك ممكن مش القرار كامل إلى آخره بعض المختطفات هل أنت تكتفي بهذه القرارات هذيك أو بالجزء الذي ذكره ذلك البحث أم عليك أن ترجع إلى الأصول؟ ياهيس الجواب من حيث المبدأ نحن نخدم على الأصول من حيث المبدأ لكن هذا يقدر حسب الموضوع دي مراه في الأصل من ناحية الموضوعية الموضوع حاكم الموضوع هو الذي يحكم على العمل ويحكم على ما نقوم به وقت بناية في الخدمة بتاع الموضوع بتاعي المسألة اللي أنا أتناول بها مسألة رئيسية أساسية جوهرية لك من لب وصميم ما أحمله وأدافع عنه تمشي تجيب الأصول إذا كان المسألة تعرض لها لا هي مسألة ثانوية مسألة زايدة مسألة تكميلية إلى آخره ما حاجتيش باش نرجع نحقق بصفة خاصة الأصل القضية في الحاجتين اللي حاجتي بها وإذا بها القاضي هذاك والمؤلف هذاك حتى هي شكرا ناخذها هي تعال على الأصول
فهمت كيفاش؟ اذا هذا يتغير وحسب الماده وحسب المرض وحسب الوضع. المهم الموضوع هو الذي يحكم في النهايه على الاختيار الذي يجب اتباعه. سؤالك الأولي حسب فهمت تقصد كتاب ثاني، معناها تقصد أن الأطروحة تقدم في كتابين منفصلين، كتاب في الأطروحة واحد آخر هكا مستقل فيه الملاحة. لا لا ليس مطلوبا، يعني بإمكان يكون الكل في كتاب واحد، شرط أن الكتاب يهزها لي مسألة فنية. إذا كان يعني الطابع لم يستطع أن يجمع كل الأوراق في مؤلف واحد فيقسمهم، إذا كان استطاع أن يجمع غيره فماشي، يعني قاعدة إلزامية. الملاحق تفرد لوحدها بكتاب مستقل أو تضرب وجوبا مع بقية النص؟ لا، حجم الملاحق إلى أي مدى يمكن يوصل المدى اللي يحب يوصل. يعني إذا كان مثلا الأطروحة عاملة 400 صفحة والملاحق 700 ولا 800، وعندئذ ساعتها يستحسن أن تعملها في كتاب مستقل، يستحسن مش بالضرورة، يستحسن باش هاو نص تروح هاي ملاحق. السؤال الثاني نتاع القرارات المنشورة، شوف الملاحظة اللي انت سمعتها ما تكون كملاحظة ظرفية، بمعنى كيما نقولوا نحن في فقه القضاء ثم قرار مبدئي وقرار ظرفي. القرار المبدئي نبنوا عليه، والقرار الظرفي هذا كان خاص بالواقع تاعه. الملاحظه اللي سمعتها ملاحظه ظرفيه خاصه بوضعيه معينه، لا يمكن ان تكون ملاحظه عامه. علاش؟ لانه من حيث الاصل المبدا فقه القضاء المنشور منشور معلوم عنده موقع نرجعوه. تقول لي عمليا الان راهو ثم مشكل نتاع نقص المراجع او غياب النشريات او الواقع المزري اللي عايشينه في الجامعه نتاعنا مصيبه زرقاء عايشينها، انه ثم نهب للمراجع، ثم سلوكات اجراميه نسميها، يجيب مرجع يقطع، يجيب مرجع يهزه، يعني لا حول ولا قوه الا بالله، هذا واقع. لكن ما يمنعش انه المراجع او القضاء اللي نحكي عليه منشور، وما دام منشورا انا ذمتي مع القارئ خاصه نحيله على المرجع هو يمشي للمرجع المنشور هذاك. الان الملاحظه حيغلبوا على هذا انه لا يذكر ولا يدرج وجوبا الا المراجع الا القرار غير منشور، هذا نتكلم على الادراج الوجوبي. الادراج الاختياري هل يشمل او يمكن ان يشمل مراجع مثلا في فقه القضاء فقه قضاء منشور؟ من حيث المبدا لا، لانه متزايد كما النصوص التشريعيه. يجي واحد يختم على قانون يبدا ساعات قانون جديد، راه انا من اخر ما صدر قانون ما نعرفش انا البنوك 2016 هاو مازال كي جاء ابريل 2016 يعمل مذكره على البنوك ويحط القانون هاو راه رسمي مازال يمشي. لماذا هذا الادراج؟ ماذا ستقول؟ شنو هي الملحق هذا اللي انت حاطيه؟ هذا ملحق متزايد. طبعا عندما قام به لا يرتكب جريمه، مش نقول له ما هي الجريمه العظمى اللي عملتها حطيت الملحق، لا. ونحن باش نتكلم من حيث
اللياقه تاع البحث. هنا هذا متزايد وهو غير مطالب به. لكن علاش نرجعوا للمساله الظرفيه؟ بالامكان انه في موضوع ظرفي وفي حدود استثنائيه اننا نطلب من الباحث، وهذا يكون حتى باشراف الاستاذ المؤثر نفسه هو يوجه الباحث يعني الطالب، انه يدرس بعض القرارات غير المنشوره كيف المنشوره من باب اختياري، كيما رينا بالنسبه للتشريع كيبدا تشريع قديم نحطوه في الملحق باش نقربوه للقارئ، ينجم الاستاذ يقدر كيما حتى الباحث نفسه يقدر انه مثلا رغم انه قرار منشور تعب الجميع كثيرا في الحصول عليه، لانه مثلا العدد ذاك بتاع المشاريع او بتاع مجال القضاء والتشريع فقد وبحثوا عليه بحثوا بعناية شديد وصلوا يقول نسخه ما زالت محفوظه مثلا في وزاره العدل ولا في المعهد على القضاء، يقول لك رغم انه منشور لكن انا نعرف في الواقع انه ما همش باش يقولوا اثر القانوني، خلينا نستعين ونحطه. هذا وارد وارد جدا. اي ممكن مثلا فلهنا تولي علاش قلت ظرفي خاطر الاستاذ تلقاه قدر واقعيا فك المساله هذيك بالذات، لهنا نولوا نرجعوا لك التقدير الاختياري تاع الملاحق، خاطر الملاحق ما هي عموما هي اختياريه وجوبيه كافه قرارات غير مشروعه، اما في مازال اختياريه، اما اختياريه زاد بافاده، اذا كان انا تحطي في القضاء منشور وهو عند الناس الكل شنو هي الاضافه، اما كي يولي وصلنا الوضع كي من هكا فإذن يمكن أن يكون ذلك مبررا لإدراجها كما قررت الملاحظة. بالنسبة للملاحظة الأخيرة، الملاحظة الأخيرة يا بنتي مهمة جدا جدا. الأصل في الأمور أن تكون المراجعة الخاصة أكثر من المراجعة العامة. مش العكس. أنا ليه صحيح ليه لم أتي بحاجة. المراجعة العامة، شنو هي المراجعة العامة؟ راهي شروح للمادة القانونية. ما دام هي شروح للمادة القانونية، يعني أن مادتها مشتركة بين جميع المؤلفات في نفس الموضوع. مشتركة إلى حد. ثم جانب الابتكار والاجتهاد والطلاقة والخصوصية. وثم حد أدنى مشترك. لو كنت تاخذ أنت مثلا مدخل لدراسة القانون، عندنا يجي ستة كتب تو في تونس على مدخل لدراسة القانون. إيه الستة كتب يعني كل حد جاب علم خاص به. تقريبا 70 أو 80% من المادة قالوها كل. أما هذا يبقى أنه ركز على مثلا هذا تعرض هذيك اللي تصير فيها. أما الأصل لماذا المراجع العامة هي شروح للمادة القانونية. بينما المراجع الخاصة فيها جانب الشرح وفيها جانب الاجتهاد والإضافة والدراسة المعمقة. إذا وقيمة الأطروحة وقيمة البحث راهو من قيمة مراجعه. إذا كانت تكون مراجع دونية أو ناقصة أو نص الباس هو باش يكون هكاك. كي تكون مراجع قوية هو باش يكون قوية. والقوة في المراجع تكون للمراجع الخاصة من حيث القاعدة العامة، لأن هي المراجع المعمقة والمراجع الدقيقة. بالعكس يجب أن تكون المراجع الخاصة أكثر من المراجع العامة. الملاحظة اللي نسيت بكري باش نقولها وهي تماشيا مع ملاحظة زميلكم على الألم اللي هو كان قلبه أنه ها البناء والهدم أنه بصفة عامة نراعي تجنب الأطروحات الهدامة، يعني الأطروحات السلبية، يعني يعمل أطروحة باش يقول راهو خايب راهو خايب راهو مش باهي راهو إيه والسلام وهذيك الخاتمة. شنو فايدتك أنت في المجتمع؟ هاك هدمت نجيبوا ناس اخرين يبنوا يعني؟ انقد وجيه تعلم كون بنيه، واذا كان باش تبني بنيه صحيحه لازمك تهدم هدم، اما على بنيه انك باش تبني بنيه، اما تقف عند الهدم فهذا السلوك غير مجدي ويتعارض حتى مع البحث العلمي. موجود البحث العلمي هو بحث غائي غائي باش يقدم افاده باش يكون مفيد ومضيء، شنو هي الافاده تجيبها وقت اللي تتهدم؟ طبعا كما قلت الهدم هو سبيل البناء احيانا نعم، لكن يجب ان يكون كذلك، ما يكونش هو غايه في ذاته نهايه المطاف انه راي سلبيا وصوره سبوره سوداء وروح، لا يلزم نهايه المطاف تكون تخرج على حاجه مفيده.
هذه تكون أحلى فقط، إيش معناها تكون هاجس يعني يدفع نحو الإضافة. عندي كذا أسئلة سؤال لي حول تضمين النص الأصلي إذا كان خلينا إذا كان قمنا بترجمة شاهد. هل نحط النص الأصلي في اللغة ولا لا معناها؟ أي واضح واضح. لغة أخرى. سؤال ثاني حول وقت ترجع الندوة مازلت ما نشرتش. مثلاً مشيت الندوة وتحصلت بطريقة ما على النص متاع المداخلة متاع ذيك أما متاع كيفاش نعمل؟ وسؤال آخراني فما حاجة لقيتها اللي هي ساعات نجيبوا معناتها مختصرات متاع مصطلحات مثلاً عشان تخزن يدك تحطوا في جي. هل هذا يجوز في البحث العلمي ولا يعني كده في بعض الطب مثلاً؟ على التنظيم نتاع المراجع نتاع اللي نرجعوها ساعات تلقى مثلا انه كيكون موضوع يمس في جوك بلانش مثلا بلغه تلقى البيبليوغرافي تيماتيك معناها حسب الفرديه معناتها منصوح فيه والا والا لا. السؤال الاولاني باش تينا نحن ترجمه طبعا صحيح. الترجمة هي القاعدة نتاعها. الترجمة يعني في المتن الترجمة باش تشتغل على نص مترجم. الترجمة يجب أن تكون طبعا إلى لغة البحث. أنت تكتب بالعربية باش تستعمل مقتطف أو شاهد تحطه باللغة العربية. الأصل نتاعو أصل مغاير لأنك وصلته بطريقة الترجمة. إيش نعمل؟ ما نجيش في المتن نحط الاصل، خاطر اذا كان حطيت الاصل في المتن هاك العقد اللي بيني وبين القارئ يعني نحكي معه بالعربي مش باش يقراه. انا مترجم نحط النص المترجم في المتن ثم نجي في الهامش واضع النص الاصلي. وضعنا النص الاصلي ليس اذا حطينا النص الاصلي النص المترجم في المتن هذاك احتراما للعقد اللي بيني وبين القارئ، حطينا الاصل في الهامش هذاك احتراما للامانه العلميه. لأنه ممكن أنا خاصة تكون ترجمة شخصية قد لا يوافق لي من يقرأ هذا النص يقول لي أنت ما ترجمتهاش بدقة ولا مش هذاك المعنى فهذا هو النص الأصل وتقرأ. ثم الترجمة نذكر صاحبها إذا كان النص فوق المترجم من ترجمه كان ترجمته وأنت تقول ترجمة شخصية كان ترجمه غيرك هو شكون يعني من خليط خاطر ثم ينجم يكون غيرك هو اللي ترجم النص الأصلي تقول راه ترجمه هو أنا مأخوذ من كذا كذا والأصل هو هذا وتحط الأصل به. الثانية الندوات اللي هي تكون غير منشورة به. هنا وقلنا نحن الحد الأدنى للنشر والرقم كما المحاضرات المنقولة عندنا زاد المداخلات المنقولة فتذكرها أنت في المرجع تقول راه فلان فلان العنوان شنو هو فالكمال اش باش تقول تقول مقال منشور بكذا وكذا ومش هكاك انما هو داخله في ملتقى تقول داخله في ملتقى كذا نظم كذا سنه كذا بعد تكمل في داخل تقول تكتب مداخله مرقوله معناها راهي ما زالت مرقوله ما زالت ما تنشرتش في الكتاب نهار تقول في الكتاب انت عملت في على الحاله هذيك لانه فيها ماده منسوبه لصاحبها وصاحبها قدمها للعموم شفوي وقدمها حتى كتابة في جبهة مقولة وفي اتجاه انها باش تنشر فيمكن الاشتغال عليها. به. هذا نوع اخر. هذا نوع اخر تنقول لك عليه. نوعية هذه المراجع المصاحبة او المراجع غير الوثائق الورقية او المراجع المكتوبة غير المكتوبة. به. المختصرات نتاع المصطلحات به هو راه في باب المختصرات. المختصرات تخضع القاعدة كلنا نحن نوحدها او شيء ولكن هي تخضع القاعدة انه التيسير على في التحرير وفي الكتابه وتبسيط المعلومه للقارئ باش القارئ يستطيع ان يتبع ويفهم. اللي مش يعمل اختصار وفي الحقيقه مش يعمل اقتصاد في الوقت واقتصاد في الكتاب باش ما يطولش وما يكثرش يعمل هكا مختصرات. وقت اللي هو يرى من الوجيه انه مثلا مصطلح طويل ويشتغل عليه ياسر والمصطلح طويل شو بعدين ما يعرف
علاش نحن نعملوا كليزي مثال باش نعملوا بريداسيون بريداسيون نعملوها باش نحن نختصروا ما تقولش كلمه كامله كناب هذا بعد تقول كاش ناسيونال طلع لا تقول كناب وفتح كي فهمت لهنا فهمت باش تقعد تعاود في القصه طويله تختصرها في حرف او حرفين اللي هما اللي مثال تاع الكلمه هذا كيف ننطلقوا من هذا المنطلق فيكون من الورد في موضوع مخصوص معين أن صاحبه يجيل المصطلحات الكبيرة طبعا مش كل المصطلحات الكتاب كل واللي ساعتها كله رموز ما عادش مفهوم واللي في حدود مصطلحين أو ثلاثة أساسيين كبار يخدم عليهم ياسر ويعاودهم ياسر يحط لهم مختصر في البداية مع المختصرات هذا وارد أما يقع استعماله بقدر صغير والأخراني البيبليوغرافي اللي هي تيماتيك هذا وارد هذا وارد علاش التبويب اللي احنا ذكرناه هو التبويب الاصلي العادي اللي هو ماشي في اطار ماده واحده في اشتغال على موضوع معناتها سياق واحد وفي تخصص واحد باهي وقت اللي تتعدد الان التخصصات موضوع وهذا خاصه فيما نسميه انا عندي التسميه من الماده القادمه يسمى مواضيع حدوديه اي المواضيع التي تقع في الحد بين مادتين فرعين او اكثر من فروع قانون الموضوع هو بيدو تشوفوا تلقى يهم قانون هذا ويهم قانون هذا ويهم قانون هذا في نفس الوقت وبالامكان تتناولوا فيهم كل كيفاش تتناولوا واحد ويزمك تمشي التفرعات كلها اذا كان احنا ما زلنا في نفس التخصص يعني هالفروع هذه كل مثلا فروع كلها تاع قانون خاص ما علاش هاي مراجع تاع قانون التجاري وهي مراجع تاع طرق التفريغ لا نحن كلنا في القانون لكن اذا كانت التفرع معناتها التقاطعات هذه مست علوم متفرقه او تخصصات مختلفه ومراجعها ماهيش من نفس المعنى ومن نفس الترتيب ومن نفس التخصص كي تحطها مع بعضها تبدا متداخله ومش مفهومه اذا انت تميزها مثلا المراجع المتعلقه بمراجع قانونيه يعني وبعد المراجع التاريخيه مثلا اذا كان البحث فيه تاريخ وبعد المراجع السياسيه مثلا الى اخره تعمل هالتبويب هذا ممكن وين التبويب هذا ولا يعني تسريب بالنسبة للمراجع مثل السمعية البصرية أو غيره هذه تسمى المراجع غير مكتوبة كما في التاريخ معناها نأخذ الوثائق التاريخية تلك الوثائق التاريخية المكتوبة والوثائق غير مكتوبة وهي وثائق نخضع يد حجر يد عشنو هذه كمان وثيقة للحديث التاريخي نحن هنا في المادة القانونية بالإمكان أن نجد مصادر أو مراجع نستقي منها معلومة وتكون غير مكتوبة مثلا كي من هكا مثلا شريط وثائقي وقع بثه في قناة من القنوات الشريط الوثائقي هذا كان متميز معناها عبارة درس كامل لو كان تلقاه مكتوب تقول هذا كتاب ما كيفوش لكن ما لقيتوش مكتوب أم هو موجود شريط وثائقي مثلا هذا يصير محاورة شفوية يعملها الباحث نفسه تبحث في موضوع فيه ناس من اللي يخدموا كذا تنشيلهم انت وتوثقوا تقول راهو في يوم كذا خديت موعد مع الشخصيه الفلانيه او كذا او اللي هو وحكيت معاه وعملت معاه عباره كانك عملت حوار صحفي كانك هكا عملت حوار بلجغات بحث هذه تاخذ عليه المعطيات وتكتبها وتوثقها وتستعد بطبيعه الحال تقول راهو الحوار هذا ما درتها باش تستخدمها في بحث علمي باش نعرف تروحها ولا كذا شكرا شكرا اتفقنا وين الكتاب اللي عندك انت باش ترجع للكلام هذا؟ ما عندكش. فمثل هذه المصادر للمعلومه غير المكتوبه هل يمنع استخدامها؟ الجواب لا. لكن هنا يلزمنا الطريقه التي نقدم بها للباحث وللي باش يتبعها. كانوا حاجات سمعيه بصريه نوثقوها بتوثيقها. مثلا انا تفرجت على شريط وثائقي سجلت دونت عندي انشيله كيما الكلام هذا راه ورد في شريط وثائقي بعنوان كذا انزلته القناه الفلانيه وبثته في اليوم الفلاني ونحط هكا انت طبعا محمول على الصدق فيش حتى شك ذاك القرينه اللي نخدم عليها والوثوق القارئ كي باش يلقى المعلومه هذه ما عليه الا انه يرجع لارشيف تلك القناه وتولى كل شيء ما شاء الله فاليوتيوب هذا مش متهيئ تهيئ ايش تحب انت فهمتني فمشي يلقيه ويرجع يتبعك الشريط هذا وياخذ لك المعطيات اللي مش تقول عليه
كي يبدا من نوع محاوله انت عملتها طبعا احنا مصدقين ستوثق هذا في الداخل تقول راه مثلا ولد في الحوار مع الشخصيه الفلانيه فلان فلان في كذا قال لي سهلت السؤال هذا وجاوبني جواب هذا وتوثقه في الهامش التوثيق بطريقه هذه راه في الحوار في لقاء معه في بتاريخ كذا تجب تقول حتى المكان لك ماكش مطالب بتاريخ كذا نجم حتى تحط الساعة أحيانا تجد الساعة راه استقبلني في الساعة 9 صباحا في مكتبه وين مكتبه حكيت نوعية وعطاني أنا أعطيتها تكتب وكي تحب ثم بالإمكان نجم حكاية الملاحق أن تضع نص الحوار في الملحق نص كامل خاصة إذا كان هو طويل وزعته في برشا حاجات خاطر ساعات نجم تكون حتى في أسئلة ساعات تمشي الواحد مثلا تمشي الرئيس دائرة تعقيبية ثم دائرة تعقيبية صدر شكون صدر صدراته الدائرة 16 شكون رئيسها فلان بفلان انت القرار التعقيبي هذاك عندك فيه مشكلة تمشي تقابله سي فلان بفلان صيفته رئيس دائرة وتسأل تقول له بلي القرار اللي صدرتوه فوق القضية كذا وكذا اي بلي بالضبط بالضبط نحب نفهم شنو فكرته يجاوبك تدور انت هكا جواب وين باش تلقى جواب الجواب هذاك عبارة تقول انت شرح اسباب يعني تاع قانون يعني كانوا عمل تحميلية يعني عنده قيمة كبيرة ياسر فانت تعمل تشير ايه هذه السيره تقول هذه فلان وفلان في مقابله معه يوم كذا بساعة كذا سلت هذا السؤال واجاب منك به وحط لك الجواب هذا هذه حاجه سيره اذا كان محاوله طويله تاع باش تشد صفحتين ثلاثه كذا حطها في الملحق هذا وين نعم سؤال ما سمعتوش اللي هو فما اطروحات نلقاو في المقدمة نتاعها زيادة على العناصر المعروفة في المقاربة لابروش لو كان أستاذ حكي لنا شوية على لابروش هذه هل أن في أطروحاتنا الكل نجدوا مقاربة وإلا اختياري شكرا هذا المنجم موضوعي مرة أخرى المنجم موضوعي ونعرفك عندك مشاغل برشا دونك نحاول نستغلوها على أقصى من نسبة بالنسبة إلى مسألة المقاربة هي المقاربة كما اسمها باش تسهلها المقاربة هي طريقة لتداول الموضوع للدخول إلى الموضوع كما حتى اسمها بالفرنسوية لابروش استيمانية دابروشي دابوردي طريقة كيفاش تدخل الموضوع كيفاش تمس الموضوع منين باش تدخل وفي فن السياق باش تدوش ثم شكون يعبر عليها بالمنهج يقول لك المقاربه تعني المنهج مقاربه اولى معناها مقاربه ثانيه يعني عندي منهج اول منهج ثاني ثم ممكن يكون حتى داخل اما المقاربه اللي نقصدوها نحن هي هذه الطريقه التي نتداول بها الموضوع نعطيكم مثال هكا تقريبي وبعد ناخذ العلامه الكبرى نتاعها ناخذ مثال موضوع باش نتناولوه الموضوع هذا نلاحظوا انه فيه تطور تاريخي مؤسسه باش نحبوا نتناولها كانت مولوده وتطورت بشكل ما حدش هو بيده باش انت بعد ما حطيت اشكاليه الموضوع وفهمت شنو هو الاطروحه بتاعك تقول يا سيدي الموضوع هذايا احنا كي باش نتناولوه راهو اذا كان ما ندخلوش مدخل تاريخي باش نشوفوا كيفاش كان وكيفاش ولد والطرح نتاعنا الكل باش نعالجوه باش نعالجوه بشكل اللي هو يراعي هذا التطور التاريخي ونعملوه دخلة تاريخية فنتناولوه في منظار تاريخي احنا في الموضوع قانوني هو لكن مش نتناولوه تناول تاريخي بالتدرج كيفاش كان كيفاش ولا العناصر التاريخية اللي أثرت في وجوده والعناصر التاريخية هذاك الكل باش نفهم باش نجم ندافع لكم على الأطروحة تاعي راني يا سيدي الموضوع هذا باش ننظر له نظرة تاريخية وندخل له دخلة تاريخية يجي واحد آخر نفس الموضوع عندنا فيه نصوص يقول الموضوع هذا يحاسب إشكالية مطروحة إذا كان نحبوا نفهموه مستوى مو يلزمنا نعملوا قراءة للنصوص نحلوا النصوص فرق النصوص نعملوها شرح البطول ونفجر منها المادة الكل اللي هي تبين لنا البحث بتاعنا يا ده موضوع وصار فيه تاريخ التاريخ ما يعني حد شيء لو لين يقولوا عمل مقاربة تاريخية
الثاني يقولوا عمل مقاربة نصية أو مقاربة تحليلية من أبروش إكزيجيتي، الآخر عمل من أبروش إيستوريك، تخلي الموضوع مدخل تاريخي. نفس الموضوع يتناول وتلاحظ حاجة، اللي تطرح المقاربة الأهلية تأثر في طبيعة الأفكار اللي باش تدافع عليها ولا باش تقدمها. اللي يعمل تناول تاريخي مش كيما اللي يعمل تناول نصي، مش كيما اللي يعمل في التناول النصي يعمل تناول نقدي. فما شكون يعمل ولا شكون عبيل لابروش كيتيك، بمعنى راني باش نبني البنية الكل على النقد. طبعا نقول النقد بنا هذاك مش نقد باش نشوف فيه الناس، يعني راني من البداية للنهاية ماشي راني نحل في النصوص، راني من البداية للنهاية راني قاعد نرصد في ثغرات وفي الهينات اللي عطلت الدنيا باش ناي نعطيكم اطروحه صح. هاو تبعوا من البدايه ولا نقد. النقد الشيء الهدام ومعه النقد البناء اللي باش نقدم فيها الحلول بتاعي. فلا بروش بتاعي لا اللي باش نحل الموضوع ولا اللي دخلها من التاريخ ولا اللي دخلها من الاجتماع. ما بنجمش نعمل زيك كيف ابروش اجتماعي، بمعنى انه سوسيولوجي، نحط الموضوع في اطار السياق الاجتماعي والمعناها الموضوعات او الظواهر الاجتماعيه اللي متعلقه بالموضوع نركز فيها ونحط الموضوع في محطه ونحاول نخرجوا منها وندافع عن الفكره بتاعي. لا ليش نعمل لكم من ابروش كريتيك، انا هدي ديبي الا فا وانا جو كريتيك. جو كريتيك بيان سور في السن، ولكن ايضا في النهايه راهو في الاخر راهو في الايجاب باش نبين لكم الفكره. لو اني ندخل مدخل اخر وتقولوا لي اسمع الموضوع هذا جاوب عليه جواب نص حللنا النصوص يزي، ممكن نقول كلام مختلف عن اللي نقولوا كنا نعمل من ابروش كريتيك. دونك لابروش اللي هي طريقة لتناول الموضوع اللي هي تكون ملائمة أكثر حسب الباحث في إبراز وتحليل الفكرة بتاعه، وهي إذن مرتبطة ولاصقة بالأطروحة، خاطر هي اللي مش توصلنا الأطروحة كيفاش، وهي تختلف عن المخطط. كي نقول المقاربة مش معنى المخطط، هذا المخطط هو تنظيم الافكار بالطريقه اللي فيها تجزئين والى ذاك تنظيم الافكار بتاع الجوانب، تنظيم الافكار في اتجاه ان نتناول بالطريقه هذه. دونك الطريقه وهالطرق كما قلت لكم تختلف اختلافات مختلفه معنى متعدده ومتنوعه حسب الحاله حسب طبيعه الموضوع وحسب الطريقه التي سنتناول بها الموضوع. هذه اللي يسموها المقاربه واللي هي تجي بعد الاطروحه. معناتها في المنهجيه الموضوعيه اخر ما توفى به المقدمه هي الرباعيه. الرباعية الإشكالية الأطروحة المقاربة المخاطبة. الإشكالية تحط الإشكالية بتاعك كده. الأطروحة هي الفرضية ذيك بتاع البحث اللي أنت تقدمها وتقول راني هاني كيفاش هاو الجواب بتاعي على الإشكالية، ما نخرج من الإشكالية كم هالجواب هذا. وكما خذينا الإكزرسيس فكري اللي مكنا منه زميلكم قيسوا عليه هذاك بتاع السيادة والبيئة. ثم الثالثة اللي هي المقاربة، معناها يا ناس هاني كيفاش باش ندخل الموضوع، هاني كيفاش باش نتناول. والرابع هي المخطط، هاو كيفاش باش ننظم افكاري اللي باش نجاوب بهم على الموضوع حسب المقاربه، اي حسب المدخل اللي دخلت به للموضوع بتاعي. وارد ان تتعدد المقاربه. لا انت ماكش باش تقعد تعاود في البحث هاي المقاربة، لا هذا يعلن عنه المقدمة. المقدمة بعد ما حطينا الأطروحة قلنا يا ناس الأطروحة هذه راني باش نتناولها بالمقاربة التالية. أنا باش نستعمل مقاربة تحليلية مثلا، إيش معناها؟ معناها راني من البداية للنهاية وأنا عندي نصوص تشريعية نحلل فيها ونناقش فيها ونقعد فيها، نعمل لهم في شرح المتون ونطلع في الأفكار كلها من فصول القانون. لا تقولوا لي وين وفق القضاء، لا تقولوا لي وين الدراسة الاجتماعية، لا تقولوا لي وين وكذا. طبعا باش نلقوا منها شيء، اما التركيز مش غادي، التركيز على النصوص. هذا كلام مش معناها كي يجي يبحث الداخل يقول انا باش نعمل لكم مقاربه كذا، انا باش نعمل هكا، لا مش هذا القصد. لكن ما يمنعش اللي الموضوع يمكن ان تتعدد المقاربه. الاصل اللي كان نحل بطن المقاربه نشوفوا شنو هي كيفاش ساعات مثلا مقاربه اخرى من المقاربات اللي تعقل المقاربه. المقاربه هي مقاربه. يعني تقول شوف الموضوع هذا كان باش نخدموه في القانون الداخلي القانون التونسي راه ما يفيدنا حتى شيء وما نفهمو حتى شيء. كيما مثال تاع الانتقال الديمقراطي بالضبط، خاطر الانتقال الديمقراطي حديث نحن في بلادنا حديث عليه، وثم ناس ما شاء الله هذا شغل معانا ديمقراطيه. اذا انت كيفاش باش تعمل؟
تقول هذا الموضوع هذا كان باش نشوف نعمل شويه مقارنه، نعمل مقارنات مع تجارب كيفنا نحن، يعني انتقلوا من الاستبداد الى الديمقراطيه وعاشوا فتره انتقال، ونعمل مقارنه مع العلاقه الديمقراطيه ونشوف وش متعدي. فهذا هذه مقاربه مقاربه وجوبا، يعني ما تنجمش تهرب منها، تحط معها حاجه اخرى ممكن، اما هي تحطها معاك في الحساب. اذا هذه المقاربه دي هي الطريقه اللي تدخل فيها الموضوع واللي تحط فيها الموضوع، تحط فيها السياق بتاع التحليل وتطور التحليل بتاع الموضوع. هذيك اللي نعبر بها. شكرا سيدي. أود أن أشكر باسمكم الأستاذ أحمد بن طارق على ما تفضل به من معلومات استفدنا منها جميعا، ورغم مشاغله الكثيرة استطاع أن يخصص لنا كل هذا الوقت. شكرا سيدي مرة أخرى. بالنسبة إلينا نلتقي إن شاء الله يوم السبت القادم. يوم السبت القادم ستكون لدينا حصة. هنالك قولة للإمام علي بن أبي طالب، مدحه شخص في وجهه فقال له: أنا أقل مما تقول وخير مما تظن. لا أستطيع أن أمدح الأستاذ أحمد بن طالب في وجهه، ف ما يمكن أن يقال هو دائما أقل مما ينبغي أن يقال فيه، وهذا يعرفه منذ أن التقيت به لأول مرة في كلية حقوق تونس. إذن شكرا سيدي، وإن شاء الله تكون لدينا مواعيد أخرى تفيد بها طلبة هذه الكلية، زيادة على الفائدة التي يتحصل عليها طلبتكم في كلية الحقوق. إذا نلتقي إن شاء الله اليوم السبت. صراحة ما وش محقش عليه. زيد. الله يبارك فيك. على كل حال أنتم أيضا نشكركم يعطيكم الصحة لكم أصابعكم الاهتمام وأثريتوا حتى راهو الأسئلة بتاعكم جدا باهية، ولكن الأسئلة يزيد يفكر في حاجات ربما ما تكونش في بالي. وإن شاء الله على كل حال الفائدة هذه تكون حصلت، وقيمة جالسة عبد الحميد إن شاء الله في مواعيد أخرى حتى في الكلية بأحلام زاد هذه اللي تحبوا نرحب بكم، وإن شاء الله زاد كيف ربي يكتب ونزيدوا نرجع مرة أخرى ونستفيد من هذا. مشكورين ويعطيكم الصحة وغدا طيبة.